ما هو التأويل التفصيلي؟ التأويل التفصيلي يكون بتعيين معاني لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملها الخلف على ظواهرها أيضا موافقين للسلف في ذلك. ففي آية الرحمن على العرش استوى التي مثلنا بها، قال الخلف: استوى أي قهر وحفظ وألقى، لكون قهر من جملة معاني استوى في لغة العرب، ولكون هذا المعنى موافقا للآية المحكمة ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: هو الله الواحد القهار. فائدة: إنما كان الغالب على السلف التأويل الإجمالي، لأنه لم يكن انتشر في زمنهم التشبيه، فلم يروا الحاجة للخوض في التأويل التفصيلي بخلاف الخلف الذين انتشر في زمنهم التشبيه، فلجأ كثير منهم إلى التأويل التفصيلي سداً للباب على المشبهة ورأفة بالعوام حتى لا يقعوا في فساد العقيدة.